في ريف إدلب بدأت التصفيات النهائية لدور كرة قدم من نوع خاص، كل اللاعبين من عناصر الجيش السوري الحر، والفريق الفائز سينال مبلغا ماليا يذهب لعوائل رفاق دربهم الشهداء من مدنيين وعسكريين، لذا فالتنافس على أشده. طبعا نحن هون الملعب هذا في جبل الزاوية، كل ضيعة في جبل الزاوية مشكل فريق أو اثنين، طبعا من أبطال الجيش الحر. في لإلى مبلغ مكافآت إن شاء الله رح ينصرف للأيتام وأيتام الشهداء. يعتبر عناصر الجيش الحر هذا الدوري استراحة محارب بعيدا عن الجبهات، وأيضا فرصة لرفع لياقتهم البدنية والعودة إلى الحياة المدنية، فنشاطهم كعسكريين لا يقتصر على جبهات القتال، هم هنا اليوم لإثبات وجودهم على الجبهات المدنية أيضا. طبعا نحن نقوم بمثل هذه الدورات لرفع لياقة لأبطال الجيش السوري الحر، وهي بمثابة استراحة المقاتل وتخليدا لأرواح الشهداء في سوريا بشكل عام. المشجعون رافقوا اللاعبين طوال المباريات، لكل فريقه المفضل، ولكن هذا لم يفسد للود قضية، هي العلاقة التي بناها الجيش الحر مع الناس ويريد لها الاستمرار. 3 سنوات مرت تشاركوا فيها الألم والأمل، وما زالوا متشبثين بالحلم حتى النهاية.